بسم الله الرحمن الرحيم. يصح لك أن الصحفي أن يقدم هذه النور. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبيرا. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الرحيم الرحمن الملك الديان عظيم الشان قوي الأركان ما شاء كان وما لم يزل لم يكن للناس إمكان. وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى العدنان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما تتبعت الليالي والأيام وتكررت الشهور والأعوام وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة المسلمون، إن ما يشهده المسلمون في هذه الأيام من أحداث نظام وتحولات لسان لم يكن لهم فكرة في الأذهان ولا خطة في الأذهان ولم يكن يتخيل في الأحلام. فسبحان من أمره بين الكاف والنور إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحان الله العظيم كم لله في أقدامه من عجب يجعل المسلم يشهد قدرة الله عز وجل. سبحان من فاق تدبيره إلا الحسابات والظنون. قال الله عز وجل ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم لا يعدوهم فطولوهم إلى الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. هذه الآيات نزلت إنما استعصت وأفسدت فئة من فئات المجتمع المدني على عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت ذات جودة ومنعج ما تخيل المسلمون أن يقولوا، ما ظن المسلمون أن يقولوا، وظنوهم أنهم لا يعدوهم فظنوهم إلى الله. فأراد الله عز وجل بقدرته أن يعطي المؤمنين فرصا أنه هو وليهم وأنه ربهم ونصرهم سبحانه وتعالى. فأخرجه الله عز وجل ثم أنزل سورة في القرآن تسمى بسورة الحشر. بدأها الله عز وجل بالتسبيح وختمها بالتسبيح لأن الحدث جبل وعظيم غير متخيل. قال الله عز وجل سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحج ما ظننتم أن يكون وظنوا أنهم ما جعلوهم فضلوهم إلى الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم.
Oh.
لن يقوم به إلا من أحاطه من جميع جوانبه. فلا بد أن استقبل في غاية هذا الدين وإصلاح جميع الناس إلى جميع الكفاءات الأمة لتعمل وأن تثير الله عليه وسلم. لا يستطيع
الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم
عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ان الذين قالوا رسول الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اغنياؤكم في الحياه الدنيا ولكم فيها ما تستحي انفسكم ولكم فيها ما تدعون فيا احبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الامان بعد رمضان والى حج واجتهاد حتى يرضي ربنا تبارك وتعالى ايها الاخوه الاحبه ان في كل شهر رمضان فرض التعاون على الذكر والتقوى ان مثل هذه الطاعات الاجتماعيه والاجتماعيه لم يجد ليقوم بها واحد من الناس لابد من افراد مجتمعين متآلفين لكي يقوم بهم هذا الدين العظيم وكذلك كل نصر وتقدم في هذه الامه لابد من اجتماع ودفع فيها الامان نسال الله عز وجل ان يجمعنا على طاعته وان يجمعنا على الصلاح والاصلاح في هذه البلد وهذه الدوله ايها الاخوه المسلمون ينبغي ان نتلمس ثوابت ديننا فلا ينبغي ان نفرط في ذلك من الثواب ايها الاخوه المسلمون ينبغي ان نصلح تصوراتنا وعقائدنا في ذات الله عز وجل وبما في يوم القيامه وفيما بعد الموت ينبغي ان نتخلى عن تصورات خاطئه وان نصحح عقائدنا وان نوقعها مما يشوبها من فتن وخرافات لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة والصلاة على عباد الله الصلاة والصلاة عظم هذا الدين وأول ما يسأل عنه العبد بين رب العالمين الصلاة عباد الله من حافظ عليها حافظ على دينه وعلى حظه فطرته ومن ضيعها ضيع دينه وضيع نفسه وضيع في هذه الحياة فينبغي أن نحافظ على الصلاة في جماعة في المساجد قال الله عز وجل اعملوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فينبغي أن تكون جماعة قال الله عز وجل واركعوا مع الراكعين فهذه الصلاة عظم هذا الدين ثم الزكاة لإخواننا الذين فتح الله عز وجل عليهم برزق واسع ومال كبير فقر منه ومنحة منه سبحانه وتعالى فالزكاة حق الله عز وجل في مال المسلم ينبغي أن يؤديها وهي أخت الصلاة ما رأينا في الغالب أكبر في الصلاة إلا وهو مأمور به إيتاء الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الله عز وجل أمرنا أن نقيم الصلاة وأن نؤدي الزكاة
ولا تقول الناس الذي حرم الله منا إلا بالحق
الله عز وجل عظم الناس ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعظم حرمة الدماء صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصحابة الكرام كان المعباس ينظر الى الكعبة فيقول ان حرمتك عظيمة. Thank you.